هو خد رجل المباراه في مباراه الاتحاد مروان عطيه. مروان عطيه الحقيقه بيقدم ادوار قد الناس ما بتشوفهاش، حتى بعض الناس قالت لك احسن لاعب في مباراه الاتحاد ازاي، امال فين كهربا وامال فين الشحات. فالتحليل خاصه التحليل الفني بيكون مختلف شويه عن تحليل الجماهير. انا في رايي مروان بيقدم نسخه رائعه من صحيح. كاس العالم، صحيح. بيأدي تغطيه مساحات بشكل اكتر من رائع، استخلاص الكره من غير فاول بشكل اكتر من رائع، عوده لما كان، لان في فتره من فترات كان شويه قل، لكن دلوقتي مروان اعتقد واحد من نجوم النادي الاهلي في المونديال. طبعا كابتن هاني، يعني فكره احنا اتكلمنا فتره قبل كده ان مروان فعلا كان متاثر شويه طبعا بعد وفاه والده، كان ظاهر حتى على ادائه ما بعد ان هو مش قادر يتجاوز الامر بشكل سريع، وكان بداياته حتى مع النادي الاهلي هذا الموسم مش في افضل ما يكون عكس ما نهى الموسم الماضي، والناس كلها استبشرت طبعا خير لانه كانت صفقه يعني اللي هو ايه، صفقه جت للنادي الاهلي في هدوء، ولكن في الملعب هو عمل ضجه كبيره جدا. فالنهارده احنا لو استعرضنا ارقامه زي ما حضرتك قلت كده، هو في المباراه الاولى خد مان اوف ذا ماتش، وعلى فكره المباراه الثانيه في الريتنج بتاع الاحصائيات هو كان من اعلى اللعيبه في النادي الاهلي كريتنج، خد تقييم اعلى واحد يعتبر في النادي الاهلي. فالنهارده هو في مباراتين عمل محاوله واحده على المرمى وكانت محاوله كمان ناجحه، ولكن هو كان عنده دور اكبر في الحته الدفاعيه كلعيب رقم 6 متمركز في النص. اهم رقم في الارقام دي الفوز بالكره، الفوز بالكره 31 مره، منهم 20 مره بس في مباراه في المونينسي. ده كان واضح، ده بيترجم فكره بتاعت ايه، لان كولر لما استخدم مروان هو كان عارف ان الفريق البرازيلي بيلعب على فكره اللامركزيه، وان هم كلهم بيتكتلوا في مكان واحد عشان يقللوا على الجري. فكره ده بيصعب دور رقم 6 جدا صحيح. جدا، لان هو بيبقى عنده تلاقي مارسيلو اللي هو الباك الشمال عليه اتنين عليه في النص بالظبط. فهو كان الفكره، وكان بيقطع الكره زي ما حضرتك كده بتقول من غير فاول، صح، ويسهل ان هي تروح الهجمه المرتده، وشفناها في كره بيرسي تاو، وشفناها في كره الكهرباء، وشفناها في كذا كره. يعني كان هو الاساس في ان هو يودي الناس دي للبرادات اللي هو عايزها. كان مميز جدا في الكره الثانيه، يعني في ال 31 دول منهم 20 كره ثانيه وفيهم 7 تاكل صحيح. دي اهم حاجه، مهم جدا في الكوره، اهم حاجه رقم حتى التاكل يعني بيعمله بشكل مميز جدا، يعني 7 تاكل صحيح في ماتشين ده رقم كويس قوي يعني. والتدخلات كمان الناجحه 5، قطع الكره مع الاستحواذ 6، فالنهارده حتى دقه تمريراته القصيره في الملعب 88%، لعيب رقم 6 في هذا الضغط مميزه. فالنهارده مروان قدم نسخه مميزه جدا في المونديال ده، استعاد كتير جدا من مستواه اللي نتمنى طبعا لما طول ما هو فايق ده بيبقى حاجه ايجابيه ليه هو طبعا كلاعب وللفريق. فالنهارده ده ما ده دور مدرب، النهارده ده شفناه في الملعب. ده مهم انك تقوله عشان الناس برضو يعني لازم، ده دور من ادوار المدرب اللي يعني فكره تطوير محمد هاني، بتتكلم على الشحات وتطويره، كان بيلعب ناحيه اليمين وراح ناحيه الشمال بشكل اكتر من رائع. دي كل دوت حضراتكم لاعبين كبار، حضراتكم لاعبين كبار لما بتقفوا في مباراه بتروحوا على المرمى بست سبع فرص وما بتسجلوش، ما اعتقدش ان ممكن الناس او انتوا تحسوا ان انتوا ما نفذتوش التعليمات. شوف حد تاني غيرها. او ازعل من المدرب يعني. يعني ما لقيتش غير انا والكابتن هاني. يعني الفرقه لما بتشوف الفرقه لما بتعمل حاجه من بعيد. كابتن هاني لما الكرات الثابته يطلع بدماغه. جون الزمالك بتاع عماد متعب ده اللي بتاع ابو تريكه القريبه دي، ما ده اسست اهو. خلينا نرجع لكاس العالم، الشناوي ودوره الحقيقه يا صبري. حقيقة الشناوي يعني كالعاده في المناسبات الكبيره بيكون حاضر. الشناوي بيتعرض لهجوم شديد احيانا، بيصل الى حد التطرف يعني بالحب يعني صحيح بمقدار، انا بشوف يعني ان ده بمقدار الحب وبمقدار توقعات الناس منه صحيح. فلما الناس ما بتلاقيهوش احيانا، وده طبيعي وطبيعي جدا ان لعيبه كتير تمر بفترات ابس اند داونز، يعني ما بيكونوش دايما في المستوى المأمول منهم لاعتبارات كتير، لكن صحيح. الراجل الحقيقه في معظم المناسبات الكبيره بيكون حاضر بقوه صح. وبيكون من مفاتيح تحقيق البطولات ومن مفاتيح الفوز. بيتقال ان الشناوي في حته تانية، طب ليه هو في حته تانية؟ كنت مره في نقاش مع ناس بيقولوا ايه المميز يعني ايه اللي في اللي بيخلي الشناوي في حته تانية. بالظبط. فانا قلت لهم طب ما تيجي نسال السؤال بالعكس، هي ايه مشاكله؟ يعني الشناوي مشاكله ايه عشان لما نحطه في تقييم مع حراس المرمى الاخرين في مصر وهم فيهم حراس كتير جيدين، فنقول ده عنده نقص في كذا وده عنده نقص في كذا، فايه المشكله اللي عند الشناوي اللي ما تخليهوش او تخلينا نخاف ان هو ما يلعبش؟ فلما قعدنا نتكلم، لان الراجل الحقيقه متفوق في كل
عناصر اللعب. يعني كل المطلوب من حارس المرمى هو بيعمله، هو حارس طويل عنده مرونة كويسة جدا، في الكرات العرضية مميز، في الانفرادات مميز، في توقيت الخروج مميز جدا، في اللعب برجليه اصبح مميز جدا في الحياة من ساعة ميشيل يانكون، وهو يعني من وقت فايلر تحديدا وميشيل يانكون في البداية بدا يلعب برجليه كويس جدا سواء في الكرات القصيرة. يعني احنا هنستعرض ارقامه، طبعا تصدى لركلة جزاء من ركلتين، واصبح من الحراس المميزين جدا كمان في ركلات الجزاء، جه عليه 10 محاولات تصدى لسبعة منهم، وكان منهم انفرادين، الانفرادين شالهم. تمريراته القصيره 100%، وتمريراته الطويله كمان نسبته فيها كويسه، يعني ما ياش نسبه قليله خالص بالنسبه للكرات الطويله، دايما او معظمها بيكون في نص الملعب الاخر. فاحنا بنتكلم عن حارس يملك كل مقومات الحارس الممتاز، شخصيه قويه جدا، قادر ان هو لو تعرض لهزه في مستواه او قدم مباراه او اتنين بشكل سيء ان هو يرجع بسرعه ويكون حاضر خصوصا في الماتشات الكبيره، وبيكون عامل مؤثر جدا سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. فالحقيقه ان هو يجب الاشاده به، لانه الحقيقه قدم بطوله مميزه، ان شاء الله يكمل ده بكره ويكمل ده في السوبر بعد كده، ويكمل ده مع منتخب مصر في كاس الامم، لانه من اللعيبه اللي يتبني عليه الناس دايما بتتعشم فيها وليهم حق. يعني المنتخب لو بيقوم، يعني سواء النادي الاهلي او المنتخب لو بيقوم على 2-3 لعيبه، فالشناوي من 2-3 لعيبه المهمين جدا يعني.